يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة، ويا باسط اليدين بالرحمة، ويا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا كريم الصفح، ويا عظيم المن، ويا مقيل العثرات، ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي، أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز، ويا واسع المغفرة، ويا باسط اليدين بالرحمة، ويا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا كريم الصفح، ويا عظيم المن، ويا مقيل العثرات، ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي، أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز، ويا واسع المغفرة، ويا باسط اليدين بالرحمة، ويا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا كريم الصفح، ويا عظيم المن، ويا مقيل العثرات، ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي، أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز، ويا واسع المغفرة، ويا باسط اليدين بالرحمة، ويا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا كريم الصفح، ويا عظيم المن، ويا مقيل العثرات.
ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي، أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي، أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي، أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي، أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي. أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي. أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي. أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة
ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة
ويا باسط اليدين بالرحمة، ويا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا كريم الصفح، ويا عظيم المن، ويا مقيل العثرات، ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي، أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز، ويا واسع المغفرة، ويا باسط اليدين بالرحمة، ويا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا كريم الصفح، ويا عظيم المن، ويا مقيل العثرات، ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي، أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز، ويا واسع المغفرة، ويا باسط اليدين بالرحمة، ويا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا كريم الصفح، ويا عظيم المن، ويا مقيل العثرات، ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي، أسألك يا الله ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما دائمة بدوام الله العظيم.